بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الله راد اليوم برضو بنكمل بإذن الله بتكون آخر محاضرة في الـ Basic Concepts of Chemical Bonding. بدينا نتكلم الحصة الماضية عن الـ Exceptions للـ Octet Rule. فقلنا في البداية إنه الـ Octet Rule يعتبر يعني Rule Very Simple، بسيط كتير، بيبين المفاهيم الأساسية في البوندينج. نقدر نشوف المركب كامل بعد ما نرسم اللي ستراكشر له، بنتعرف على التركيب الالكتروني للمركبات المختلفة، فهو مفيد جدا في الحقيقة. لكن للأسف زي ما شفنا في الايونيك بوندينج كان في عندنا اكسبشنز للأوكتيت رول، بالذات في الدي بلوك إليمنتس. وايضا في الكوفالنت بوندينج حنلاقي انه في عندنا اكسبشنز للأوكتيت رول. فقلنا انه في عنا ثلاث أنواع من أنواع الإكسيبشنز للأوكتيت رول فيما يتعلق بالكوفالنت بوندينج. أول نوع من أنواع الإكسيبشنز بنلاقيه في المولكيولز اللي فيها odd number of electrons، فيها عدد منفرد من الإلكترونات. يعني مثلا زي ما حنشوف الـ N فيها 5، الـ O فيها 6، فلو عند مركب NO فهذا يعني يعتبر لا شك أنه حيكون في عدد منفرد، لا يمكن أن يكون في عندي أوكتت على الأكسجين وأوكتت على النيتروجين. فهذا أول نوع من أنواع الإكسيبشنز للأوكتت رول. في نوع ثاني بنلاقيه في المولكولز والبولي أتوميك أيونز اللي فيها أحد الذرات دائما بتكتمل بأقل من أوكتت، تقدرش تاخد أوكتت، فخدش أوكتت. قلنا البورون والبريليوم يعني كانوا هم المثال الواضح بالنسبة لنا. النوع الثالث من المولكيولز او البولي اتوميك ايونز هي اللي فيها ذره ممكن تقبل اكثر من ايه، اكثر من 8 الكترونات. فهذه هي الثلاث انواع من انواع الاكسبشنز اللي خاطر انه نمر عليها مرور يعني سريع. فال odd number of electrons بنلاقيه في بعض الجزيئات زي CLO2، السيل في 7 في الفالنس شيل، في عندي 7 فالنس الكترونز، وفي عندي هان 2 في 12، 2 في 6 12 و7 19. اذا واضح انه حيكون في عندي الكترون زياده، فهذا odd number of electrons. ممكن نطلع على الـ NO، شفناه قبل شوية الـ NO2، النيتروجين 5 والأكسجين 2 في 6 12 صار 17، برضو odd number of electrons. الأكسجين 6 في 2 12، لكن يكون الأكسجين سالب 1 صار 13، يبقى برضو صعب، يعني مش هنلاقي أوكتت على كل ذرة من الذرات المشاركة. فهذا النوع من أنواع المركبات يعني لازم يكون في ذره من الذرتين عليها odd number of electrons، وبالتالي لن يكون هناك octet، فهذا exception للاوكتيت رول. هذه اول حاجه. لو جينا طلعنا طيب انه شكل من الاشكال ممكن يكون شكل مناسب، بنقول والله احنا لازم نعمل Lewis structure وبعدين نجيب الفورمال تشارج وبعدين نقرر انه شكل من الاشكال ممكن يكون هو المقبول. فمثلا فيما يتعلق بال نيتروس اوكسيد ال NO، بنطلع بنلاقي انه هذا هو شكل لويس، بيحقق 8 الكترونز للاكسجين، فبالتالي عندي اوكتيت، بينما هان 4 و 3 7 فيش عندي اوكتيت. لو جبنا الفورمال تشارجز هان 0 هان 0، لو جينا طلعنا ونقلنا الالكترون اللي كان موجود هان نقلناه هان، فالنيتروجين هان صارت هي 8 والاكسجين صارت هي الايه؟ لسه ما فيش قدام هي حل غير هيك، يعني هاي الاشكال كلها تكون موجوده. لو حسبنا الفورمال تشارج بنلاقي هان سالب 1 5 ناقص 6 4 و2 6 سالب 1، الاكسجين 6 ناقص 5 موجب 1. طبعا يعني هذا الشكل غير محبذ لانه اول حاجه في عليه فورمال تشارجز بينما هذا فيش عليه. ثاني حاجة الفورمال تشارج اللي موجودة على المور الكترونيجاتيف اتوم بوزيتيف، وهذا الكلام لا يجوز، يعني بيكون يعني شكل المركب بالشكل اللي مرسوم فيه هيك بيكون شكل غير يعني
سائد، يعني كمية إذا كان موجود فهو كمية يشملها قليلة للغاية لا تكاد تذكر. ناخد مثال على النوع الثاني من أنواع الإكسبشنز. الإكسبشن اللي في عندي في less than an octet of valence electrons، أقل من الأوكتيت. بنطلع بشكل أساسي على مركبين، لازم ما ننساهمش الاثنين بغض النظر عن السنترال اتوم. هي المهمة بالنسبة لي، ايش مرتبط فيها مش اشكال لانه دائما نفس الشيء. ايش مرتبط في السنترال اتوم؟ هي اللي بدها تكون بتاخدش اوكتيت. فهدول السنترال اتومز بنطلع بس على تنتين، على الهيليوم، على عفوا البريليوم، وبنطلع على البورون. طبعا الهيدروجين اوريدي احنا عارفين انه بياخدش اوكتيت، بياخد بس اثنين. والهيليوم احنا عارفين انه اصلا بياخدش اوكتيت، وبالاضافة لهيك بيكونش مركبات، فبنطلعش على الهيليوم ايضا، لكن بنطلع على البريليوم وبنطلع على البورون. اكسبشنز مش لازم ننساها. ايش مرتبط مع البريليوم؟ مش مهم. ايش مرتبط مع البورون؟ برضو كمان مش مهم. لكن هدول هم اللي ايه بياخدوش اوكتيت، وهدول هم الاكسبشن اللي لازم نتذكرهم ما ننساهمش خالص. فمثلا لو طلعنا على البورون تراي فلورايد، البورون تراي فلورايد والله في عندي البورون موجود في ثلاثة، وموجود في الفلورين كل واحدة سبعة، سبعة في ثلاثة 21 وثلاثة 24. لو جينا وزعنا الالكترونات بنلاقي هاي حطينا اوكتيت 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 بعد ما وصلنا سنجل بوز، طلعنا ما لقيناش ولا الكترون زيادة. الان فيش عندي الكترونات زيادة اللي نحطها على البورون عشان يصير اوكتيت، فما في عندي الكترونات زيادة عشان احقق الاوكتيت لمين؟ للبورون. خذوا بالكم، ممكن اخذ انا الكترونين منها واحطهم، صار عندي والله هذا عبارة عن 8، هذا كله هذا الاوكتيت متحققة. او ممكن اخذ منها، او ممكن اخذ الكترونات منها. لكن لو اجيت درست الفورمال تشارج بلاقي انه الفورمال تشارج حتصير على البورون اللي هو ليس الكترونيجاتيف نيجاتيف تشارج، بينما المور الكترو او الموست الكترونيجاتيف اتوم اللي هي الفلورين ايش حكينا عليها دائما؟ موجب. فكل الاستراكشرز هذه اللي هي ريزونانس ستراكشرز في الحقيقه كلها بتعطيني نيجاتيف فورمال تشارج على البورون اللي هو في الاصل ليس الكترونيجاتيف، وبتعطيني بوزيتيف فورمال تشارج على الفلورين اللي هو ايه موست الكترونيجاتيف. هذا الكلام يعني مش كتير محبذ. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه ايش احنا قلنا عن الهالوجينات التيرمينال؟ يعني بتفضل تاخذ فيلنس بس ايه وان سنجل بوند مش تنتين، مدامها تيرمينال يعني جانبيه ما هيش سنترال. السنترال تاخذ اكثر فيش مشكله، لكن اذا كانها تيرمينال فايش بتاخذ؟ سنجل عشان بتحقق عندها الاوكتيت فيه. فهذه لو جينا للحقيقه بنلاحظ انه هذه الاشكال الريزونانس كلها مش مظبوطه، بينما طب لو جينا نشوف قديش عندي الفورمال تشارج حاسبها انا، ماشي بنحسبها مش مشكله. الفورمال تشارج هان 3 ناقص 3 0، الفورمال تشارج هان 7 ناقص 7 صفر، اذا هذا كله صفر 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 صفر. بينما هان في الفورمال تشارج اللي احنا ما حبيناهاش كثير، علشان هيك بنقول هذا الشكل مع انه لا يحتوي على الاوكتيت بالنسبه للبريليوم هو الدوميننت، هو الايه السائد، هو اكثر شيء. وهذا في الحقيقه يعني متوافق مع التجارب المخبريه اللي احنا بنعملها، لانه البورون اذا كان بتلاحظوا يعني هو حابب يكون اوكتيت مثلا يعني، لكن ما بيقدرش وفيش الكترونات زياده، فيش الكترونات. فايش بنسوي؟ لو فعلناه مع الامونيا بنلاحظ انه فورا بيكون مركب ثابت اسمه امونيوم بورون تراي فلورايد، امونيوم بورون تراي فلورايد مركب ثابت. اذا حتى النتائج المخبريه بتايد انه البورون حيكون ايه؟ بده يكون ما فيش عليه اوكتيت. ليه؟ لانه بحب يتفاعل كتير مع المركبات اللي فيها زيادة من النيتروجين عشان يكون الأوكتيت تبعه. لكن في هذه الحالة طبعا عندنا النيتروجين حيكون عليه فورمال تشارج موجب واحد، والبورون حيكون عليه لو قلنا 5 ناقص 4 موجب واحد، والبورون حيكون عليه سالب واحد، لكن المركب هذا ثابت
وانرجيتك يعني بيتم بيعطيني حراره بيعطيني طاقه. ليه؟ لانه اتكون عندي الاوبتيت. لكن في الحقيقه لما يكون في عندي بس بورون تراي فلورايد فمن وين بتجيب الكترونات؟ ما بيجيب. طب يكون دبل بونز؟ لا، لانه هذا حيخالف الفورمال تشارج اللي بتتكون عندي، وحيخالف كمان المبدا الثاني انه التيرمينال هيدروجين بده يكون سنجلي بوندد. ناخذ كمان مثال بيقول draw Lewis structures for beryllium chloride and decide which is the dominant structure. خلينا نرسم البريليوم كلورايد. بنقول والله البريليوم في عندي 2 زائد 14 7 في 2 هي 16. لو جينا رتبناهم حطينا سنجل بوندز حطينا الاوبتيتس على التيرمينال اتومز بنلاحظ انه 16 الكترون خلصوا، فيش عندي اي الكترون احطه على البريليوم. طيب البريليوم مش اوكتيت بس اربعة اخر. طيب تعالوا نحاول نعمل بونز دبل بونز. ممكن والله نجيب الكترون من هاند والكترون من هاند بيعطيني هذا الشكل، هذا صار 8 هذا صار 8 هذا صار 8 هي اوكتيت ما شاء الله عليه. طيب نيجي هاد كمان ممكن والله ناخذ هذول الالكترونين وهذول الالكترونين صار هذا 3 بونز وهنا بس واحدة، او العكس ناخذ هذول الالكترونين وهذول الالكترونين يصير عندي 3 هاند وهاند واحدة. هذه كلها اشكال ريزونانس، كلها اشكال ايش مالها؟ ريزونانس. طيب انه الدوميننت فيهم؟ قال بدنا نجيب الفورمال تشارج. نجيب الفورم اول حاجه من الشكل بقول والله هذه تيرمينال هالوجين يعني مش كثير بحب اشوف عليها اكثر من سنجل بوند، مش كثير. لا بحب اشوف عليها، تبقى هذه اشاره يعني او علامه سيئه قبل لسه ما ابدا اجيب الايه؟ الفورمال تشارج، علامه سيئه يعني إشارة سيئة لأنه هذا المركب مش كتير كويس. لكن تعالوا نجيب الفورمال تشارجز. البريليوم 2 ناقص 2 0، الكلور 7 ناقص 6 1 7 0، الكلور 7 ناقص 6 1 0، بينما هان الكلور 6 ناقص 4 7 ناقص 4 و 2 6 موجب 1، البريليوم 2 ناقص 4 سالب 2، الكلور 6 ناقص 7 ناقص 6 موجب 1. اذا هذا يعني شيء مش مضبوط كثير لانه الكلور عليه موجب، الكلور عليه موجب والبريليوم الاقل عليه نيجاتيف، هذا كلام مش كثير محبذ. طيب نيجي نطلع على هذا الشكل، والله البريليوم 2 ناقص 4 سالب 2، الكلور 7 ناقص 5 موجب 2، هذه 7 ناقص 7 0. اذا البريليوم سالب 2 والكلور اللي هو مور الكترونيجاتيف موجب 2. هذا نفس الطريقة، إذا واضح إنه هذه الأشكال كلها أشكال رديئة يعني مش مفروض إنها تشارك بكميات محترمة. علشان هيك الشكل المقبول للبريليوم كلورايد هو إيه؟ الشكل الأول بس سنجل بوند بريليوم سنجل بوند. ليه؟ لأنه بيحقق الفورمال تشارج أقل ما يمكن، وبيحقق كمان إنه التيرمينال هالوجينز عليها سنجل بوند، مع إنه البريليوم يعني ما هوش اوكتيت. بنيجي لاخر نوع من انواع الاكسبشنز، بنتكلم عن المور ذان ان اوكتيت اوف فيروس الكترونز. وبدي اقول هذا الكلام بيحصل بس خلال يعني عناصر المجموعه الثالثه وانزل تحت. ليه؟ قال لسببين. اول سبب انه عناصر المجموعه الثالثه بيبدا يصير فيها 3 دي، ولو انه فاضي يعني، ولو انه فاضي مش مشغول، بيبدا يتعبى 3 دي في المجموعه في الدوره الرابعه مش في الدوره الثالثه. اما عناصر الدوره الثالثه فهي 3 اس 3 بي 3 دي، لكن 3 دي ايش بيكون؟ فاضي، مش مشكله. فهذا احد الاسباب انه في عندي 3 دي فاضي. الدوره الثانيه لا، 2 اس 2 بي فيش فيها دي، فيش فيها ايه؟ دي. علشان هيك الدورة الثانية لا يمكن تكون أكثر من أوكتيت. الدورة الثانية أكثر من أوكتيت لا ممنوع. يعني البورون، الكربون، النيتروجين، الأكسجين، هدول بيكونوش إيه؟ أكثر من أوكتيت. ليه؟ لأنه والله أصلاً فيش فيهم دي أوربيتال. يعني في الفيلنس شيل 2 اس 2 بي، واحنا قلنا الفيلنس شيل اللي هو اللي بده يكون الفيلنس شيل الكترونز اللي حرك تكون الروابط. فبما انه فيش عندنا ام دي فمعناته الجروب عفوا البيريود الثانيه
اللي هي زي ما قلت بالذات البورون الكربون النيتروجين الاكسجين الفلورين، ما هو في نفس الدوره. هدول ما بيكونوش اكتر من اوكتيت، بس اوكتيت ماكسيمم. كويس. فاحد الاسباب، انا قلت في سببين، احد هدول السببين انه في عندنا دي اوربيتال في البيريود 3 وانزل تحت، هذا سبب. والسبب الثاني انه ابتداء من البيريود 3 بتبدا حجم الذره ايش يكون كبير، بينما البيريود 2 حجم الذره صغير، بسعش ينصف عليه يعني اكثر من 4 ذرات، ما بيسعش، صغير، المسافه ضيقه محدوده، بينما لما الذره تكون كبيره ممكن والله يكون في حواليها عدد اكبر من الذرات. فهذول هم السببين. فمثلا لو اجينا نطلع على اللو ستراكشر للبورون، بنتا فلورايد بورون 5 يعني بنتا فلورايد فوسفورس بنتا فلورايد والله قال بدنا نعمل لو ستراكشر له، بقول الفوسفور 5 زائد 5 في 7 35 هي 40. حلو كثير. انا مضطر بداية اني احط 5 سنجل بونز. ليش بدي احط 5 سنجل بونز؟ لانه عندي 5 فلور، يعني مش معقول واحدة تكون في الهواء، 4 مرتبطين والثانية في الهواء، لا، بدي يكون الخمسة مرتبطين في الايه؟ في الذرة المركزية اللي هي ايه؟ الفوسفورس. فما دام 5 اذا هي خالفت فورا الايه؟ الاوكتترول. الاوكتترول بيقول بس 8 الكترونات، 8 الكترونات، بينما انا اضطريت احط ايه؟ 10. يبقى هذه بداية خلاص أول شغلة عملتها خالفت الإيه؟ الأوبتيت رول. بعدها طبعا بحط اللي هو بعمل الأوبتيتس، بلاحظ إن الأوبتيتس مكتملة للفلورين كله، بينما الفوسفورس في زيادة عن الأوبتيت في 10 إلكترونات. فهذا وضع طبيعي جدا، يعني بمجرد ما إني بس أبدأ أعمل له ستراكشر فأنا بالضرورة خالفت الأوبتيت رول. ليه؟ لأنه عندي 5 فلورين بدهم يرتبطوا بالذره المركزيه، كل واحد بده سنجل بوند، هي 10 الكترونات على الفوسفورس. اذا طبيعي انه السنجل يعني الجزيئات من هذا النوع تخالف الاوبتيت رول. برضه كمان لو طلعنا على الامثله، في الحقيقه عدد المركبات اللي بتخالف الاوبتيت رول عدد كبير جدا، عدد كبير جدا. ليه؟ لانه قلنا في اغلب الاحيان، في كثير من الاحيان او اغلب الاحيان، المركبات اللي بتتكون من ذرات الدورة الثالثة وننزل تحت، هذه بسهولة بتخالف اللي هو الاوبتيترول. ليه؟ لسببين، اول حاجة السايز كبير، وثاني حاجة فيها دي اوربيتال، فيها دي اوربيتال، فلازم ممكن تخالف الاوبتيترول. هتشوف تفاصيل في هذا الكلام. فمثلا لو طلعنا على الاس اف 4، ولو شكله بيخالفش لكن لا هو بيخالف، هنشوفه. الارزينيك هيكسا فلورايد سالب ايون، يعني تراي ايودايد اسمه هذا الاي 3، ايش اسمه؟ تراي ايودايد. الاي اف 2 سالب، الاي سي ال 4 سالب، اند ماني اذرز، حاجات كثير، اند ماني اذرز. لكن مش ممكن نلاقي مثلا حاجه زي ان سي ال 5، لانه هذا بيضطر اني احط على الان اكم كلورا 5، بدي احط 10 الكترونات على الال، بينفعش هذا، بنلاقوش نهائيا. الدوره الثانيه بتسعش اكثر من 4 بونز، يعني بتسعش بتاخدش اكثر من 4 ايه؟ من 4 اتومز حواليها. يعني الاوبتيت رول دائما بخلاف البورون بيتحقق من غير مشاكل، بيتحقق. البورون وقبل البريليوم هذول قلنا ما بنحكيش عنهم لانهم اكسبشن ذكرناهم، لكن غير هيك اكثر من 4 بياخدش، لازم نروح للدوره الثالثه عشان ياخد اكثر من 4. وفي الحقيقه كمان يعني لازم نقول حاجه، بنقول انه من اكثر الذرات اللي بتعطيني مخالفه للاوبتيت رول، حكينا عن الذره المركزيه، طبعا الذرات الجانبيه، قال الذرات الصغيره، ها الذرات الصغيره والمور الكترونيجاتيف، فبنلاقي ثلاث ذرات بشكل اساسي، الفلورين والكلورين والاتش غالبا، الفلورين والكلورين والايه والاتش، هذول غالبا يعني ممكن يساع عدد كبير من الذرات، يعني حوالين الذره المركزيه ممكن نلاقي 5 او 6 او 7 او 8
ممكن هذا كلام نشوفه. لو جينا طلعنا لو رسمنا الـ IF2 سالب، بقول I7 والF7 والF7 وزود دربهم واحد هيصاروا 22، وزعنا الإلكترونات، عملنا هنا أوكتيت وعملنا هنا أوكتيت، وبعدين حطينا الإلكترونات الإيه؟ الزيادة، فلقينا إنه هي زوج، زوجين، ثلاثة هي ست إلكترونات، واثنين واثنين هي 10. إذا هذا مخالف للأوكتيت رول. الأرزينيك هيكسا فلورايد أيون. نفس الكلام، هيكسا فلورايد عندي ستة فلورايد، عملنا له ستراكشر، شفنا الأرزينيك 5، الفلورايد 6 في 5 هي 6 في 7 هي 42 و1 43 و5 48، وزعنا الإلكترونات فلقينا هذول كلهم أوكتيت صحيح، لكن الأرزينيك 2 4 6 8 10 12 12 على الأرزينيك، إذا برضه مخالف للأوكتيت رول. طب الأي سي ال 4 سالب، الأي 7 والسي ال 7 يعني 7 في 5 35 وواحد هي 36، جينا وزعنا الالكترونات هي 32 حوالين الايودين للكلور 32، وبضل في عندي هنا ايه؟ اذا هي 2 هي 4 و8 برضه هي 12 حوالين الايودين. الاس اف 4 اللي كان يبدو لنا احنا انه مش مخالف، لو جينا عملنا الاس 6 والفلورين 7 في 4 28 6 34 34 هي كل واحد هو اخذ 8، اذا 8 في 4 32 بيزيد عندي 2 الكترونز على السلفر، اذا السلفر هي 2 4 6 8 10، اذا الاس اف 4 برضه كمان بيخالف الاوكتيت رول. لو جينا طلعنا على مثلا برومين بنتا فلورايد، برومين بنتا فلورايد برضه هنلاقي انه البرومين عليه 12، الزينون تترا فلورايد هنلاقي على الزينون 12، السلفيت ايون، السلفيت ايون اللي كلنا بنعرفه هنلاقي انه والله في عندي هي 4 و4 8 و4 هي 12 على السلفر، هذا الكلام كله ممكن. الايودين الاي 3 اللي هو التراي ايودايد، التراي ايودايد هذا لينير مولكيول زي ما حنشوف الشابتر الجاي، لينير مولكيول نفس الكلام، الايودين هي 4 4 هي 2 و2 يعني 4 وفي عندي 6 هي 10، الكلورين تراي فلورايد الكلورين هي 6 وهي 4 برضه كمان 10، ففي عندي مخالفات واضحه للاوكتيت رول بالذات في الذرات يعني كبيره الحجم اللي هي موجودة في الدورة الثالثة وننزل تحت. طبعا احنا بنعرف انه او عزينا السبب في انه ممكن يتكون عندي اكثر من اوكتيت، لانه الذرة بتكون ايه كبيرة، هذه حاجة، والحاجة الثانية في عندي دي اوربيتال. لما درسوا موضوع يعني ايش السبب الرئيسي انه والله الذرة بتعطيني مور ذان ان اوكتيت، هل هو السايز ولا هو وجود الدي اوربيتال؟ فقالوا لقوا انه الكونتريبيوشن من وجود الدي اوربيتال قليل، اهم عنصر فيه انه والله بحصل على اكسبشن للاوكتيت رول وبحصل على مور ذان اوكتيت اللي هو السايز للاتوم، فالسايز للاتوم از مور امبورتنت، وجدوا انه السايز للاتوم كان مور امبورتنت ذان انه والله هل في عندي دي اوربيتال فاضي ولا لا، هو بشارك لكن مشاركة ايش مالها قليلة، لكن اهم شيء في الموضوع انه الذرة نفسها لقيناها الحجم تبعها هو اللي بيأثر تأثير كبير وله يعني دور اهم في انه هل الذرة يكون حواليها اوكتت ولا اكتر من اوكتت، فالسايز هو الموضوع الاهم. بنسمي يمكن تشوفوها بنسمي الذرات والجزيئات اللي بتاخد اكتر من اوكتيت بنقولها هايبر فيلنت، هايبر فيلنت، هايبر فيلنت. فممكن نلاقي المولكيول اذا كان والله في ذره بتاخد اكتر من اوكتيت بنقول له هايبر فيلنت مولكيول، والذره نفسها اللي بتاخد اكتر من اوكتيت ايش بنقولها؟ هايبر فيلنت اتوم. فالهايبر فيلنت اتومز عادة وين موجودة؟ قال الدورة الثالثة واللي تحتها. الهايبر فيلنت اتومز
الدوره الثالثه والايه واللي تحت فنقول هايبر فيلنت. عشان هيك لو اخذنا هذا المثال، المثال ايش بيقول؟ which of the following compounds have a hypervalent central atom؟ معطيني ال SCl6، هذا من غير ما ارسم له اللويس ستراكشر، لانه الاس لازم يكون ايش في حواليها؟ 6 سي ال، يبقى هي 12. اذا هذا بالفعل الاس هذه هايبر فيلنت اتوم، والمولكيول هايبر فيلنت مولكيول، هي لسه من غير ما اشتغل انا. طيب البي اف 3 هذا بده يكون في عليه، لازم ارسم اللويس ستراكشر تبعه، برسمه بلاقي انه والله فيش اي اقل، لازم يكون اقل. وكمان حاجه ثانيه، بما انه موجود في الدوره الثانيه اذا لا يمكن يكون هايبر فيلنت، انتهينا، لا يمكن يكون هايبر فيلنت لانه موجود في الدوره الثانيه. طب نطلع على مثلا السي اتش 3 سي ال، السي اتش 3 سي ال برضه الكربون غير موجود في الدوره الثانيه، اذا ممنوع انه يكون هايبر فيلنت، ما ينفعش لانها ذره صغيره، ذرات الدوره الثانيه ايش مالها؟ صغيره، بنفعش تكون. واحنا شفنا انه السايز هو اهم عامل من العوامل اللي ممكن تؤدي لانه والله يكون في عندي هايبر فيلنت اتوم، او يعني اتوم تاخذ اكثر من اوكتيت. اذا حتى من غير ما ارسم ايش بيسموه، من غير ما ارسم ممكن اني اعرف حاجات كثير، فهل لا بنفعش، هل بنفعش. فبنطلع على الترايبروميد، الترايبروميد بقول الترايبروميد والله انا مش عارف، فمش ممكن ارسم له اللي هو ستراكشر تبعه. اللي هو ستراكشر رسمته فلقيت انه والله البرومين هنا البرومين في عندي 2 و2 4 و6 هي 10 اذا البرومين او ترايبروميد والاس اف 6 هدول هم المولكيولز اللي موجود فيهم هايبر فيلنت سنترال اتوم اتومز. ماشي يا جماعه، كلام مباشر للغايه. نطلع على كمان مثال، مثال ايش بيقول؟ بيقول assume the following two Lewis structures for POBR3 POBR3 which do you think is the dominant structure؟ لما سألني سؤال زي هذا على ايش بدي ادور؟ احسنت، الفورمال تشارج. فتعال نطلع، هذول واضح البرومين هي 7 ناقص 7 صفر، البرومين 7 ناقص 7 صفر، البرومين 7 ناقص 7 صفر، الاكسجين 6 ناقص 7 سالب 1، يبقى هان في عندي سالب 1. طب والفوسفورس 5 ناقص 4 موجب 1. طب نيجي هان البرومين 0 0 0 0 0، اذا واضح بالنسبه لي انه الشكل الايمن بده يكون ايه؟ هو الدوميننت ستراكشر. اذا الشكل يبقى ما دام بده الدوميننت ستراكشر بدي على طول ارسم اللو ستراكشرز، وما اكتفيش بهذا الكلام. في الاول كنت برسم اللو ستراكشرز تبع الاوكتيت، لكن ما اكتفيش بهذا الكلام زي ما حنشوف. مثلا قال لي درو ذا لو ستراكشر فور اي سي ال 4، هذا اي سي ال 4 شفناه قبل شويه كان ايش ماله؟ هايبر فيلنت ايودين، فيه هايبر فيلنت ايودين. طيب بقول الاي 7 والسي ال 4 كل واحد 7 يعني 5 في 7 35 و1 36 الكترون. باجي بعمل اربع روابط زي هذا، بكمل الاوبتكس للتيرمينال اتومز وببدا في الذرات المور الكترونيجاتيف، وبحط الاشارات الزياده على ايه؟ على الايودين. اذا هذا هو السنترال اتوم، هذا هو اللويس ستراكشر للاي سي ال سالب. فيش قدامي اني اعمل حاجه ثانيه، فيش قدامي اني اعمل حاجه ثانيه. لو جيت اطلعت انا على الفورمال تشارجز بلاقي هذا صفر هذا صفر هذا صفر هذا صفر، الايودين 7 ناقص 8 سالب 1، صحيح. ليه؟ لانه بدها تكون الاوفر اول تشارج عباره عن مجموع الفورمال تشارجز، صحيح. اذا هذا الشكل فيش غيره. لو بدي احاول اني احط دبل بون ممكن اعمل دبل بون كويس، بس هذا حتصير سالب 2 كويس، وهذا حتصير موجب 1، والسي ال تيرنر يعني الفورمال تشارج حتزيد بشكل كبير، لا ما بديش اياه. اذا شفنا هذا المثال، بدي اوصل لحاجه انا، تعالوا ناخذ حاجه ثانيه. بيقول which of the following atoms is never found
with more than an octet valence electrons around it. أي من هذه الذرات لا يمكنها توجد وعليها أكثر من أوكتيت. أنهي واحدة فيهم؟ السلفر؟ الكربون؟ الكربون نعم الكربون. الفوسفور؟ لا. البرومين؟ لا. هذول كلهم مجموعات ثالثة ورابعة ما علينا فيهم. إذا بس الكربون. يبقى الكربون كانت هاف مور ذان أن أوكتيت لأنها من البيريود الثانية. ما دام لا يمكن انها تحتوي على اكثر من اوكتيت. طيب بيقول لي كمان ادرو ذا نيو ستراكشر فور زينون داي فلورايد. زينون داي فلورايد حلو كثير. الزينون وين موجود؟ يبقى اذا في عندي 8 الكترونات 8 والاف قديش 7 في 2 14 8 22 حلو كثير. طبعا الزينون سنترال اتوم. فايش بسوي؟ بقول والله هي الفلورين طيب ماشي هي الزينون حلو كثير اعطاني هذا الشكل. بعد ما كملت الاوكتيتس هان حطيت الزياده من الالكترونات زي ما انا متعود على السنترال اتوم. بقول لما يكون في عندي هايبر فالنت اتوم هذا مش كافي ك دو ستراكشر صحيح. طب هاي ايه؟ قال لازم في البدايه نحاول نشوف هل الفورمال تشارجز اقل ما يمكن ولا لا. فبنقول مثلا الفورمال تشارج هان 8 ناقص 6 و2 8 هذا صفر هذا صفر هذا صفر. اذا لو حاولت انا اني اعمل هذا الشكل مقبول بالنسبه لي، بالعكس هذا الشكل محبب بالنسبه لي لانه الفورمال تشارج مينيمال. لكن لو حبيت اني اعمل مثلا دبل بوند وهذا كمان دبل بوند انا بقول الزينون بساع فيش مشكله فيه، لكن المشكله انه الفورمال تشارج بتخرب هذه حاجه والتيرمينال والتيرمينال هالوجين بصير فيها مشكله. طب تعالوا نطلع على حاجه ثانيه. لو طلعنا على الفوسفيت هذا الشكل لما اجيت قال لي ارسم لو ستراكشر للفوسفيت. انتبهوا بقول حلو كثير. الفوسفيت بي او 4 3 سالب، الفوسفور 5 5 و4 في 6 4 29 و3 32. رسمت الروابط وبعدين هي 32 ناقص 8 24. اذا بحط ال 24 على ايه؟ على التيرمينال اتومز. اعمل اوكتيتس والزياده على الفوسفور حطيت خلصوا الالكترونات اخذ التيرمينال اتومز اخذوا كل الالكترونات. اذا هذا هو الشكل، هذه اوكتيت وهذه اوكتيت وهذه اوكتيت وهذه اوكتيت والفوسفور كمان اوكتيت. بقول مش كافي ان اقول والله بما انه حصلت على اوكتيتس اذا هذا هو اللي هو ستراكشر الصحيح، لازم اجيب الايه؟ الفورمال تشارجز. فلما جبت الفورمال تشارجز سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب واحد بوجب واحد. طب تعالوا نحاول نعمل ريزونانس نشوف يعني او نحاول نطور دبل بوندز لانه هذا مش من الدوره الثانيه بيتحمل. فلو جيت كونت مثلا دبل بوند زي ما حصل هان وشفت الفورمال تشارج وسالب واحد سالب واحد سالب واحد صفر صفر، اذا هذا احسن من هذا. ولو جيت كونت من هان او من هان او من هان حلاقي نفس الكلام. اذا هذا هو الدوميننت ستراكشر لانه الفورمال تشارج تبعه اقل ما يمكن، ما ينفعش نرسم هل والله هذا هو اللي هو ستراكشر. ما دام السنترال اتوم هايبر فيلنت وتعلمنا وقتاش بتكون هايبر فيلنت اذا ما كانتش من الدوره الثانيه. ايش هم عناصر الدوره الثانيه؟ طبعا البريليوم والبورون هذول ما هم يعني بيعطونيش اصلا اوكتيت اقل من اوكتيت. بقول والله الكربون والنيتروجين والاكسجين والفلورين. هاي هذول تبع الدوره النيون سكاربون بحط لهم بس انه فيش المركبات، هو الهيليوم قلنا انه فيش له مركبات. ماشي يا جماعه. طيب خلينا نطلع على كمان حاجه. بقول لي هذا سؤال حلو كثير، بقول لي درو لو ستراكشرز فور زينون ترايوكسايد اند ديسايد ويتش از ذا دوميننت ستراكشر. بقول على طول الزينون 8 والاكسجين 3 6 18 و8 هي 26، عملنا 6 روابط
ثلاث روابط ست الكترونات، اذا ضل 20 حطينا هان 6 وهان 6 وهان 6، زاد 2 الكترون حطيناهم على الايه؟ على الزينون. طب شفنا الفورمال تشارجز عشان نشوفه هل هو يعني مناسب ولا لا. لو كان اصفار بقول والله حلو منيح، لكن الزينون 8 ناقص 5 موجب 3، الاكسجين 6 ناقص 7 سالب 1، هذا زيه هذا زيه. اذا حاول اني اقلل الفورمال تشارج. ايش بدي اعمل؟ قال والله ممكن اعمل رابطه هان او رابطه هان او رابطه هان، هذه كلها عباره عن اشكال ممكن احصل عليها. فعملت رابطه واحده، شفت الفورمال تشارج، تعال نطلع هان. احنا عملت رابطه واحده صارت هذا سالب واحد، هذا سالب واحد، هذا موجب اثنين، هذا صفر. حلو، بدل يعني هذول ضايلين زي ما هم، ها هذول زي ما هم، بينما هذه صارت بدل ما هي سالب واحد صارت صفر، وهذه ما هي موجب ثلاث صارت موجب اثنين. طب اجي هان عملت رابطتين، لقيت هذه سالب واحد، هذه صفر وهذه صفر وهذه موجب واحد، هذا احسن من الاثنين هذول. طيب اجيت عملت هيك رابطه رابطه رابطه، صارت صفر 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 صفر. اذا الشكل اللي على اليمين هو عباره عن الدوميننت لويس استراكشر، هذا هو عبارة عن الشكل الأكثر قبولاً. زيرو فورمال تشارج على كل الذرات، هذا بيعطيني أحسن شيء ممكن بالنسبة لي. نطلع برضو على هالمثال، بيقول draw Lewis structures for phosphoric acid H3PO4. بيقول لي H is bonded to oxygen، الهيدروجينات وين مربوطة؟ عشان أعرف إنه الفوسفور هو الذرة المركزية حواليه الاكسجينات، والاكسجينات مربوط فيهم ايه؟ هيدروجين. طيب بقول انت سايت ويتش از ذا دومينانت ستراكشر، قال والله مبدا طبعا انا بالذره المركزيه في الاول بنعدي عدد الالكترونات، مش مشكله، هي 3 و5 هي 8 زائد 6 في 4 4 في 32 الكترون، بعمل الروابط هي الاو الاو والاو والاو، وقال لي انه الاتشات الثلاثه وين مربوطين بالاو؟ اذا هي اتش وهي اتش وهي اتش. رسمت كل السنجل بونز حوالين الذرات المختلفة، باجي الآن بكون الأوكتيتس، باجي بكون الأوكتيتس، الهيدروجينات جاهزين لأنه بيحتاج أكثر من اثنين وفيهم اثنين، هذه بضل لها أربعة، هذه بضل لها أربعة، هذه بضل لها أربعة، هذه ستة. طب حلو كثير. لو إجيت أنا شفت الفورمال تشارجز ليه؟ لأنه كمان مرة لو جيت هان هذا اوكتيت وهذا اوكتيت وهذا اوكتيت وهذا اوكتيت، بس بقول بما انه الفوسفور مش من الدوره الثانيه، لا من الدوره الثالثه هو، فبقول اذا لازم اشوف اقلل الفورمال تشارج الى الحد الادنى. فبقول والله هذا الشكل اللي قدامي اللي هو هي اللي رسمته ها، بلاقي انه الفوسفور موجب واحد والاكسجين سالب واحد. لما نلاقي شيء زي هيك على طول لو حطيت رابطه حيعدل الوضع، لو حطيت رابطه صفر 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 كلهم اصفار، فيش عندي مشكله. طيب بقدر انا ايش اسوي مثلا؟ ليش احط واحده بس؟ ممكن احط غير والله تنتين او ثلاثه، لو حطيتهم لاحظوا ايش بحصل للفورمال تشارج؟ يصير موجب واحد سالب ثلاثه، مجرد انه صار عندي موجب واحد على الاكسجين اللي هي المور الكترو نيجاتيف، بعرف انه في عندي مشكله. في عندي مشكلة لازم يعني اخذ بالي منها. ماشي يا جماعة، بتمنى كتير انه نكون يعني اتقنى الشغل فيما يتعلق بلويس ستراكشرز وبناء لويس ستراكشر، وقتيش عندنا لويس ستراكشر بيكون ممكن يعني يعطينا نتائج ممتازة، وقتيش في عندنا اكسبشنز للاوكتيت رول. كل هذا الكلام يعني درسناه في الجزء الماضي من الشابتر، والآن بنتطلع على آخر جزء من الشابتر. آخر جزء بيتحدث عن شوية ثيرمو داينامكس يعني أو ثيرمو كيمستري، فنتكلم عن strength of chemical bonds في البداية. strength of chemical bonds أو covalent bonds، إيش كيف بدنا يعني نعمل assessment ل قوة الرابطة، كيف بدنا نعمل يعني assessment لقوة الرابطة. قال والله قوة الرابطة، قوة الكوفيلنت بوند تعتمد على الطاقة اللازمة، أو يمكن تعيينها بمعرفة الطاقة اللازمة لكسر هذه البوند، لأنه كل ما كانت الطاقة اللازمة لكسر بوند
أكبر كل ما كانت قوة الرابطة أكبر، وكل ما كانت يعني الطاقة اللازمة لكسر بوند قليلة معناته الرابطة ضعيفة. هذا منطقي كتير، هذا منطقي كتير. فالعارف تعرف بيقول the bond enthalpy. The bond enthalpy is the enthalpy change اللي هو delta H for the breaking of a particular bond in one mole of a gaseous substance. لو عندي واحد مول من مادة ما في الحالة الغازية وأنا بدي أكسر رابطة معينة منه، فهذه الرابطة قديش قديش بدها طاقة؟ قال هذا عبارة عن البوند انثالبي الدلتا اتش. البوند انثالبي، البوند انثالبي عبارة عن الطاقة اللازمة لكسر الرابطة الموجودة بين ذرتين في مادة غازية. قديش كمية المادة الغازية؟ قال واحد مول، واحد مول من المادة الغازية يحتوي على واحد مول من الروابط مثلا، يعني لأن بدي أكسرها. طب لما أكسر الرابطة بقول الطاقة اللازمة لكسر هذه الرابطة في واحد مول من المادة في الحالة الغازية قال بسميها بوند انثالبي. بوند انثالبي. فمثلا لو اجيت بدي اكسر الرابطة بين CL والCl، عندي CL2 هذا غاز معروف، غاز ديكلور CL2 غاز. لو بدي اكسر الرابطة هذه قال هذه بحاجة لطاقة، الطاقة اللي بنقولها بوند انرجي او بوند انثالبي. بوند انرجي او بوند انثالبي هي عبارة عن بالضبط دلتا اتش اتوميزيشن. ليه؟ لأنه عندي CL غاز بدي احوله لايه؟ لذرات، بدي اعمل له اتوميزيشن مثلا يعني، او بوند اسوشيشن. في عندي رابطة بدي اخليها تتفكك تتكسر، فبتعطيني والله 2 CL، فهذا عبارة عن الطاقة اللازمة لكسر الرابطة هذه هي عبارة عن في مول من CL2 غاز، هذا عبارة عن الايه؟ عن البوند انثالبي. كويس هذا الكلام؟ طيب احنا بدنا نستخدم الدلتا اتش وكذا، هنستخدم بس الرمز دي. فمثلا بيقول بوند انثالبي لا السي ال السي ال تو، بقول والله الدي للسي ال سي ال بوند. الدي يعني هي عباره عن دلتا اتش للسي، بس اللي بتعرف بستخدم حرف واحد كاتب الدي. دي لايه؟ للسي ال سي ال، هذا عباره عن البوند انثالبي للسي ال سي ال بوند. لو بنطلع على مثلا ال H بي ار، ال H مربوطة في ال بي ار، طب قديش البوند انثالبي؟ قال ال D لل H بي ار، ال D بنقول دلتا H لل H بي ار، قال لك بس D أسهل في الكتابة D. من السهل جدا يا بنات إنه نتكلم عن البوند انثالبيز للداي اتوميك مولكيولز، من السهل جدا لانه اي داي اتوميك مولكيول والله هو يعني ما دام مولكيول في الحاله الغازيه عند درجه حراره معينه، اذا انا بالضبط عندي يعني بحتاج لطاقه معينه جدا لاني اكسر الرابطه. ليه؟ لانه ما فيش حاجه مربوطه فيه، هو هي مول في الحاله الغازيه عند درجه حراره معينه، والله بدي اكسر الرابطه قديش بدي طاقه؟ هي عباره عن البوند انثالبي. لكن الحياه مش هيك دائما. في اغلب الاحيان فيش عندي داي اتوميك مولكيول، في عندي مثلا السي اتش بوند. السي اتش بوند موجوده في ملايين المركبات، صحيح؟ مش موجوده كداي اتوميك مولكيول. طب بدي اعرف قديش البوند انرجي للسي اتش؟ بقول والله طب هذا بتوقف على المركب، لانه ممكن يكون في بعض الاحيان في عندي مجموعات مرتبطه في السي، زي مثلا سي اتش اتش اتش، وفي عندي هنا او اتش، او في عندي السي اتش اتش اتش، وفي عندي هنا مثلا اف، او في عندي السي اتش 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 اتش. لاحظوا الاو بتشد الكترونات، الاف بتشد ايش؟ الكترونات كتير، الاتش لا عاديه زيهم. فهل يعقل انه كسر الرابطه هذه زي هذه؟ هذه لما يعني كميه الالكترونات اللي فيها مش كثير يعني صارت كثيره، عشان هيك ممكن نكسر اسهل من السي اتش، او لو عندي سي اف هذه اسهل واسهل. علشان هيك في الجزيئات بنتكلمش عن البوند انرجي او البوند انثالبي، بنتكلم عن الافريج
بوند انثالبي افريج. يعني احنا شفنا والله السي اتش في هذا المركب وفي المركب هذا وفي المركب هذا وفي ملايين المركبات الاخرى، فلقينا انه هي بتختلفش كتير، في فرق لكن مش كبير كتير، فاخذنا الطاقه الايه المتوسطه الافريج بوند انرجي او الافريج بوند انثالبي. ليه؟ لانه كمان مره اذا كان فيش عندي باي اتوب بوند سهل جدا ان اقول والله بالضبط هلقى، ليه؟ لانه ما فيش حاجه بتاثر عليه. لكن لما يكون الرابطه ضمن يعني موركيول كبير وبيحتوي على ذرات متعدده، منها الالكترو نيجاتيف ومنها الالكترو بوزيتيف، منها الالكترون دونيتنج بتعطي الكترونات ومنها الالكترون ويذدروينج اللي بتاخذ الكترونات، فمعنى الكلام راح تختلف البوند انرجيز من جزيء لجزيء. عشان هيك بنتكلم لما بنتكلم عن الجزيء بنتكلم عن البوند انرجيز كافريج، افريج يعني حاجه متوسطه. طيب يا جماعه خلينا نطلع على هالمثال. ايش بيقول؟ بيقول في عندنا مثال، في عندنا مثال. المثال هذا كان والله في الحاله الغازيه انا ممكن اني احول الذرات المكونه له. الذرات هو الخمس ذرات، يعني بدي اعمله بشكل او باخر حاجه بنقولها اتومايزيشن. بدك تسميها ديسوشيشن سميها ديسوشيشن، بدك تسميها ديسوشيشن سميها ديسوشيشن. فالمهم انه الطاقه اللازمه لاني اعمل اتومايزيشن هي الطاقه اللازمه لتكسير الاربع روابط، صحيح ولا لا؟ الطاقه اللازمه يعني هذا تفاعل له دلتا اتش بغض النظر عن اسمه، هل هو دلتا اتش ديسوشيشن او دلتا اتش اتومايزيشن، بغض النظر هذا التفاعل حول مول من الماده في الحالة الغازية إلى إيه؟ الذرات المكونة للمادة، يعني عمل اتومايزيشن أو ديسوشيشن. فبقول هذا الدلتا اتش للتفاعل هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الطاقة اللازمة لكسر الأربع روابط، أه ولا لا؟ الطاقة اللازمة لإيه؟ لكسر الأربع روابط. إذا ممكن أجيب الأفريج سي اتش بوند انثالبي فور سي اتش 4. الأفريج بوند انثالبي فور سي اتش 4 فور سي اتش في السي اتش 4 قال ايش والله؟ قال الدي للسي اتش، قال الطاقه اللازمه لكسر او لعمل اتومايزيشن للمركب على عدد الروابط الموجوده في المركب. طبعا لازم اذا كان بدي اجيب الدي للسي اتش ما ينفعش يكون في عندي مثلا سي ال، واحده منهم سي ال ولا واحده منهم اف ولا واحده منهم او، لا لازم كلهم ايش يكونوا؟ نفس الكلام. فعندي الطاقة اللازمة لتكسير كل الروابط 1660، طب الطاقة اللازمة لتكسير رابطة واحدة على عددهم 1660 على 4 بيطلع عندي 415. لو اجينا لمركبات كثيرة جدا وحسبنا قديش عندي الدي للسي اتش، قلنا انه راح تختلف، لكن الاختلاف ايش ماله؟ مش كثير. قال والله حنلاقي انه تقريبا المتوسط الافريج بوند انثالبي للسي اتش هي عباره عن 413، قريبه جدا من ال 415 اللي احنا حسبناها قبل شويه، قريبه. اذا يمكن استخدام الهيت اوف رياكشن او الانثالبي اوف رياكشن اللي هو بالذات اتومايزيشن مثلا، يعني لحساب او لحساب البوند انثالبي. يمكن استخدام الدلتا اتش لحساب البوند انثالبي وبايه؟ وبكفاءه عاليه جدا. ليه؟ لانه النتيجه اللي حصلنا عليها 400 قريبه جدا من الافرج اللي حصلنا عليه من مئات المركبات، قريبه جدا جدا. طب نطلع على هالمثال التالي، بيقول هاو كان يو يوز ذا انثالبي اوف اتومايزيشن اوف ذا هيدروكربون ايثين الدلتا اتش اتومايزيشن 2826، يعني عشان احول هذا للذرات تبعته انا بحاجه لطاقه. دائما البوند انرجي موجبه يا بنات، دائما البوند انرجي ايش مالها؟ موجبه، عشان انا بحاجه لطاقه عشان اكسر الرابطه، انا بحاجه لطاقه علشان اكسر الرابطه، لهذا السبب بقول دائما البوند انرجي ايش مالها؟ موجبه. نتذكر هذا الكلام. يبقى كسر الرابطه بده طاقه، طب تكوين الرابطه بياخذ طاقه، هذا كلام صحيح. دائما
بدي اكون رابطه، هذا هو هذا الدلتا اتش سالبه لاني بحصل على طاقه، بدي اكسر رابطه الدلتا اتش موجبه اندوثيرميك بروسيس، بدي اكون رابطه اكسوثيرميك بروسيس، دلتا اتش اقل من صفر. على كل حال فبقول لي how can you use the enthalpy of atomization of the hydrocarbon ethane delta H atomization 2826 kilojoule per mole along with the value معطيني هو delta CH بتساوي 413 kilojoule per mole to estimate the value of the D للCC. بده البوند انرجي لايش؟ للكربون كربون. يعني انا اجيت اخذت هذا المركب عملت له اتومايزيشن، عشان اعمل له اتومايزيشن بدي اكسر ست روابط سي اتش، شايفينهم؟ ست روابط سي اتش، هذه وهذه وهذه، هي 3 4 5 6 ورابطه واحده ايه؟ سي سي. فالدلتا اتش لهذا التفاعل موجوده عندي. طب انا بعرف انه الدلتا اتش اتومايزيشن بدها تساوي الطاقه اللازمه لتكسير الست روابط هذول زائد الطاقه اللازمه لتكسير ايه؟ الرابطه. صحيح هذا الكلام؟ اذا الدي للسي سي بدها تساوي الدلتا اتش اتومايزيشن ماينس 6، بس رتبنا في الدي للسي اتش. معنى الكلام ال 2826 ماينس 6 في ال 413 تعطينا 348، اذا الطاقه اللازمه لكسر السي سي بول 348 كيلو جول بير مول. اللي بدنا نفهمه يعني انه بسهوله ممكن انا اعرف طاقه البوند بوند انثالبي كويس اذا كان في عندي معلومات زي الدلتا اتش للرياكشن والدي للروابط الاخرى بخلاف الروابط المعنيه، فممكن بسهوله اوصل للبوند انثالبي. بدنا ناخذ بالنا، قلنا انه دائما البوند انثالبي موجبه. ليه؟ لان انا بحاجه لطاقه عشان اكسر البوند، وعكس هذا الكلام الانرجي دائما is released when a bond is formed. يعني لما بدي اكون رابطه بحصل على طاقه، يبقى دائما البوند فورميشن هذا عباره عن اكسوثيرميك بروسيس او الدلتا اتش الها دائما سالبه. بدي اتذكر، بدي اتذكر كل ما زاد البوند انثالبي، يعني كل ما انا احتجت لطاقه اكبر علشان اكسر الرابطه، قال the stronger the bond. صح صح، كل ما زاد البوند انثالبي اذا ايش بيحصل لقوه الرابطه؟ بتزيد. هذه اول حاجه. بيقول كمان كل ما اي جزء اي جزء الروابط تبعته سترونج، يعني الروابط تبعته البوند انثالبي لها عالي، بيكون ليس رياكتيف. ليه؟ لانه الرابطه عشان تتفاعل بده يكون سهل انها تنكسر علشان تكون حاجات ثانيه، فاذا كان الرابطه قويه جدا معناته التفاعليه او الرياكتيفيتي حتكون اقل، يبقى الرياكتيفيتي ايش حتكون؟ اقل. علشان هيك مثلا لو طلعنا على النيتروجين اللي هو ان تريبل بوند تريبل بوند ان في رابطه ثلاثيه، كيف نتوقع الرياكتيفيتي تبعته؟ ما فيش له رياكتيفيتي بدليل انه هي موجود في الهواء واحنا نعتبره غاز خامل. نيتروجين الرياكتيفيتي تبعته قليله جدا. ليه؟ لانه ان تريبل بوند ان قوه الرابطه قديش؟ كبيره، اذا الرياكتيفيتي قليله. الرياكتيفيتي قليله لانه اي مركب بده يتفاعل لازم الروابط تبعته تتكسر عشان تتكون روابط اخرى، فاذا كان الروابط تبعته قويه ان تريبل بوند ان قويه جدا مش سهل تتكسر، عشان هيك تفاعليه او الرياكتيفيتي للان 2 قليله. بينما لو طلعنا على حاجه زي الهيدرازين هيك رمزه ان ان اتش 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 اتش، هذا الرياكتيفيتي له عاليه. ليش الرياكتيفيتي العاليه؟ قال له والله هذا يعني حتى الان ان هذه عباره عن سنجل بوند بسهوله بتنكسر، عشان هيك بتفاعل بسرعه. ماشي يا بنات؟ هذه حاجه خلينا نتذكرها وناخذ لنا مثال بس عشان نتذكر. بيقول based on bond enthalpies which do you expect to be more reactive، الاكسجين ولا الهيدروجين بيروكسيد؟ الاكسجين يا بنات هذا هو او بابل بوند او،
طب الهيدروجين بيرث طبعا انت في لو جاك سؤال زي هذا على طول اعمل لويس ستراكشر بعطيك او دبل بوند او هذا اتش او او اتش فبنلاحظ انه الاو دبل بوند او هذه ما هياش رياكتيف ليه لانها فيري سترونج معناته الرياكتيفيتي لها قليله بينما هذا بسهولة هذا بنخسر الاتش 2 او 2 is very reactive compared to oxygen يبقى الاكسجين اقل رياكتيفيتي من الهيدروجين بيروكسيد بنيجي بنطلع على في عندي جداول الجداول هذه جداول متعلقه بالافريج بوند انثالبيز للروابط المختلفه فهي مثلا سنجل بوند CHCCCNCOCFCCCBRCI الى اخره هذه كلها سنجل بوندز لو جينا طلعنا يعني من 200 ل 400 بشكل عام يعني من 200 ل 400 طيب خلينا نطلع على برضه هذه سنجل بوندز بس لاحظوا انه يعني لما الذرات تكبر عاده يعني ممكن نقول انه البوند انثالبي بتقل لانه يعني بصير الرابط مش كتير لكن لو طلعنا احنا على الدبل بوندز مثلا زادت من مثلا لو قلنا السي سي هنا السي سي 348 بينما السي سي 614 السي تريبل بوند 839 السي دبل بوند ان 615 السي تريبل بوند 891 وكل هدول اكبر كتير من السنجل بوندز الغرض من هذه الجداول انه لو اجت لنا امثله او اسئله موجوده في الكتاب او الاسئله الواجب انه نطلع عليها ونحاول نستخدمها في الحل اذا كان ما فيش عندي المعلومات في الكتاب او في يعني في الاسئله الموجوده فهذا عباره عن جداول موجوده في كتب الثيرموداينامكس ممكن نلاقي مش بس هذه الروابط لا الروابط يعني متعدده جدا جدا كثيره خالص كلها موجوده والقيم لل افريج بوند انثالبيز برضه موجوده طيب اذا ممكن اوصل انا للبوند انثالبي من الانثالبي اوف اتوميزيشن زي ما شفت في الامثله الماضيه لكن انا الان بدي اتكلم عن البوند انثالبيز والانثالبيز اوف رياكشن بدي اتكلم عن البوند انثالبيز واحاول احصل عليها من الانثالبي اوف رياكشن بقول عموما من الممكن استخدام البوند انثالبيز عشان نعين الدلتا اتش للرياكشن احنا الدلتا اتش للرياكشن عندنا طريقه ممتازه لتعيينها دلتا اتش للرياكشن عندنا طريقه ممتازه دلتا اتش نوت اف للبرودكتس ماينس سميشن دلتا اتش نوت اف للرياكتنس هذا كلام معروف هذا احنا وعلى طول ما دام عندنا الدلتا اتش نوت اف فورا نجيب دلتا اتش للرياكشن لكن كمان مره بقول وكمان من البوند انثالبيز بقدر اعين الدلتا اتش للرياكشن يعني مش بس الكلام اللي خدناه زمان من هيسز لو في الثيرموكيمستري لا كمان هان بقدر اقول انه بامكاني استخدم البوند انثالبيز لتعيين الانثالبيز اوف رياكشن او الدلتا اتش للرياكشن فبدنا نحاول نشوف كيف بقول والله انا بعمل هذا الكلام عن طريق تتبع الروابط اللي تم كسرها في التفاعل والروابط اللي تم تكوينها في التفاعل بحيث انه الدلتا اتش للرياكشن وهذا بدي الكل ينتبه قال بتساوي summation of bond enthalpies of bonds broken minus summation of bond enthalpies of bonds formed لكن بدنا ناخد بالنا انه البوندز formed اللي يعني المفروض انه الشحنة تبعتها الدلتا اتش تبعتها الدلتا اتش للشحنة سالبة عشان هيك هذا انا بحب اكتبه مش سالب بحب اكتبه موجب زي ما حنشوف في السلايدات الجايه ليه لانه بالتعبير عن البوند انثالبيز للبوندز فورمد سالب لانه هذه رابطه متكونه سالب لكن لما تكسر رابطه بتدي طاقه اذا موجبه لكن اذا كانت تكون رابطه بتعتبرها
بقول هذا زائد، انا ممكن اقول والله هذا سالب وعوض عن هذا بموجب، لكن لا انا بدي اقول انه هذا زائد، وهذه يمكن اول مره احنا نعملها في شغله يعني حاجه مختلفه شويه عن الدلتا. دلتا اتش للرياكشن ساوي سميشن دلتا اتش اف للبرودكتس ماينس سميشن دي دائما فيها ماينس، لكن لانه البوندز فورم هي اصلا الدلتا اتش للسالب، بدك تكتب هذا زائد وحط السالب جوا ماشي. فانتبهوا ل يعني انتبهوا للقانون هذا، لانه انا حستخدمه بهذا المفهوم، انا حستخدمه بهذا المفهوم. طب خلينا نتطلع، بنقول علشان هيك بقول احنا حنتصور التفاعل انه بيتم من خلال عمليتين بسيطتين. اول عملية انه احنا والله بنكسر الروابط اللي مش لازمانة، نكسر الروابط في المتفاعلات، مش كل الروابط زي ما حشوف، بإمكاني اكسرها كلها اذا حبيت، بإمكاني اكسرها كلها، لكن في بعض الاحيان يعني في الحسابات اسهل اني اكسر بس الروابط اللي يعني خلينا نقول لا تظهر في البرودكتس. يعني حافرجيكم بعض الأمثلة، يعني في عندي روابط مثلا تظهر في المتفاعلات وفي النواتج، ليش أكسرها وأحسبها المتفاعلات والنواتج؟ لا خليها زي ما هي، بس بحسب الروابط اللي أنا بدي أكسرها اللازماني اللي مش هتظهر في الإيه؟ في النواتج. فبكسر الروابط بقول we supply enough energy to break those bonds in the reactants that are not present in the products. حفرجيكم أمثلة. بعدين قال we form the bonds in the products that were not present in the reactants. إذا بكسر روابط في المتفاعلات اللي بتظهرش في النواتج، وبأكون الروابط في النواتج اللي بتظهرش في الإيه؟ في المتفاعلات، وبستخدم القانون. وهن إيش حطيته؟ بلس ليش؟ لأني قلت لكم دلتا إيش للرياكشن ساوي سميشن بوند انثالبيز أوف بوندز بروكن، يعني هذه موجبة، زائد سميشن بوند انثالبيز أوف بوندز فورمد، وهذه إيه؟ دائما مضروبة في سالب، كله مضروب في سالب هذا. طيب نحاول نتطلع على تفاصيل. بنقول مثلا consider for example the gas phase reaction between methane and chlorine to produce methyl chloride CH3Cl and hydrogen chloride HCl. التفاعل هيو مثيل زائد CCl، وانا كتبته زي هيك عشان ايه؟ عشان افهمكم انه بس هذه الرابطة هذول هيهم ها وهيهم زي ما هم، عشان هيك سبتهم هي هاي سي اتش 3 هي سي هذه في النواتج هي في المتفاعلات. ليش اكسر الاربعه؟ لا ما هي ثلاثه موجودين خليهم، بكسر بس اللي بدي اكسرها. السي ال طبعا هي السي ال، بكسر السي ال لانه هي السي بدها تكون سي سي ال فبدها سي ال، والسي ال بدها اتش ماشي الحال، هذه مش موجوده هاي بعملها. اما السي اتش 3 موجوده بسيبها، بإمكاني إني أكسرهم كلهم، لكن مش لازم، مش لازم. ليه بدي أكسر كلهم؟ بدي أقول والله في عندي أربعة في سي اتش، لكن لا هذيك بس واحدة. على أي حال وبستخدم القانون بقول الدلتا اتش رياكشن شفناها قبل شوية سميشن بوند انثالبيز أوف بوندز بروكن، هذا حتكون بوزيتيف، زائد سميشن بوند انثالبيز أوف بوندز فول حتكون إيه؟ نيجاتيف. طب نيجي إيش هي البوندز البروكن؟ قال واحد مول من السي اتش، لانه هيها سي اتش 3 بطل معها اتش، اذا هذا بروكن، هذا بده يكون ايه؟ بروكن. فواحد مول بس واحد سي اتش، اذا واحد مول سي اتش، وكمان واحد مول سي سي ال، لانه السي سي ال بيظهرش هذا، السي ال سي ال بيظهرش هذا، اذا لازم يكون انكسر، ما بيظهر في النواتج. طب ايش تكون؟ بونز ميد او فورم؟ قال واحد مول من السي سي ال وواحد مول من السي ال واتش، اتش سي ال. تمام يا بنات؟ هذا حيكون موجب وهذا حيكون سالب، الاثنين حجيبهم من وين؟ من الجداول اللي اخذتها، لكن الجداول اللي اخذتها بتتكلم عن بوند انثالبيز كلها موجبه، لكن لما الاقي هذه فورم ايش بدي احط؟ قدامها هذه فورم اذا سالب على طول، لكن لما باخذها من الجدول الاثنين باخذ من الجدول باخذهم موجبين، لكن لما بدي اعوض عن الفورم بدها تكون بما انها فورم فهي سالبه، لان حطيت هذا انا ايه؟ موجب. لازم تكون ايه؟ سالبه. هاي التفاعل، بقول ايش هي البوند انثالبيز؟ ايش اللي بروكن؟
قال والله الدي للسي اتش وكمان زائد الدي للسي سي ال زائد بدنا نفتح قوس هالجيت الدي ل السي سي ال سي او سي سي ال زائد الدي للاتش سي ال هدول فور بينهم هدول فور فبيكونوا تكتين سالبتين هاي هذا كلام. فبالتعوض عن هذا الكلام شو كيف بعوض عنه بس؟ نطلع كيف بعوض عنه. بقول بلكي ايش الرياكشن دي للسي اتش دي للسي سي ال زائد الدي للسي ال سي ال سي ال سي ال زائد سي ال سي ال سي ال سي ال ايش هذه اتش اتش سي سي بس سي من غير ال والدي للاتش سي ال لكن الان طلع الطويل هذه هدول من هنا ايه؟ بروكن وهدول من هنا ايه؟ فورم. اذا لما بديش اعوض بقول هذه بحاجه ل 413 بحاجه ل 242 بحاجه ل مش بحاجه بتعطيني 328 بتعطيني 431 اذا المحصله ماينس 104 كيلو جول. ماشي يا بنات ماينس 104 كيلو جول. بتكونوا اشتغلوا زي هيك حطوا هذه سالب وعوضوا كله بموجب. بتكونوا اشتغلوا هيك حطوا هذه سالب وعوضوا كله بموجب. طب نيجي نطلع على امثله اخرى. هذا بس ببين لنا انه هي السي اتش 4 وهي السي ال 2 اعطيناها طاقه فكسرنا الاتش وكسرنا السي ال لسي ال سي ال 2 لسي ال سي ال بعدين لما جمعنا ال سي اتش 3 مع السي ال اعطتني طاقه لما جمعت انا الاتش مع السي ال كمان اعطتني طاقه فبما انه الطاقه كانت بالسالب اذا طاقه النواتج اقل من طاقه المتفاعلات لانه الدلتا اتش ايش مالها؟ نيجاتيف فهان الطاقه المتفاعلات هي هان طاقه النواتج هيها تحت وانا عارف انه الدلتا الاتش هي عباره عن او الدلتا اتش عباره عن اتش فاينل ماينس اتش ايه؟ انيشال بما انها سالبه فالفاينل اقل عشان هيك دلتا اتش للرياكشن بالسالب سالب 104 كيلو جول. طبعا احنا كان بامكاننا انه نحسب النتيجه تبعتنا مباشره لو كان عندي دلتا اتش نوت اف لهذا ودلتا اتش نوت اف لهذا هي بتساوي صفر طبعا لانه عنصر والدلتا اتش نوت اف لهذا والدلتا اتش نوت اف لهذا كان على طول بقول والله الدلتا اتش للرياكشن بتساوي دلتا اتش سميشن دلتا اتش نوت اف للبرودكت ماينس سميشن دلتا اتش نوت اف للرياكتنس وبما ان هدول معي هاي البرودكت وهي الرياكتنس على طول بطلع دلتا اتش للرياكشن لكن انا كيف طلعتها؟ طلعتها على طريق البوند انرجيز عادة بروحش لاستخدام البوند انرجيز الا اذا كانت دلتا اتش نوت اف مش معايا يعني البوند انرجيز استخدامها فقط اذا كان انا ما فيش عندي دلتا اتش نوت اف لانه النتائج اللي بحصل عليها من البوند انرجيز ما هياش از اكيوريت از النتائج اللي بحصل عليها من الدلتا اتش نوت اف فاحنا لو عملنا نفس الكلام هذا باستخدام الدلتا اتش نوت اف بنطلع 99.8 كيلو جول هناك قديش طلع معنا؟ هي سالب يعني هذه نفس الكلام بالسالب ريليس سالب هناك 104 في فرق ولا فيش فرق؟ نعتبر احنا انه الفرق يعني مش كبير كثير يعني تعتبر استخدام البوند انرجيز او الافرج بوند انثربيز يعتبر يعني شيء مش سيء مش سيء لانه اقراب جدا على بعض اقراب جدا على بعض لكن كمان مره بقول بستخدمش البوند انثربيز الا اذا كان الدلتا اتش نوت اف للنواتج والمتفاعلات مش متوفره عندي لو كانت متوفره عندي اسهل لي استخدم الدلتا اتش نوت اف نطلع على هالمثال
بيقول compute the average SF bond energy in SF system. بيقول the values of the standard enthalpy of formation of SF system ولل S gas ولل F R. معطيني الدلتا H نوت F ومعطيني الدلتا H نوت F ومعطيني الدلتا H نوت F. بده الدلتا H للرياكشن. كويس؟ طيب. ممكن انا اجيب هو بدوش هو يعني ماشي الحال بقدر انا اجيب انه دلتا اتش للايه؟ للرياكشن. ايش بتساوي؟ الدلتا اتش نوت اف للفلورين مضروب 6 لانه 6 اف والدلتا اتش نوت اف للسلفر 1 ماينس دلتا اتش نوت اف للايه؟ للاس اف 6 بعطيني الدلتا اتش للرياكشن. ما دام حسبت الدلتا اتش للرياكشن ما هو ايش بتساوي دلتا اتش للرياكشن؟ هي لما احول هذا لهدول معناته هذا اتوميزيشن دلتا اتش رياكشن هي دلتا اتش اتوميزيشن. فانا بقول انه الدلتا اتش للاس اف بوند بتساوي على عدد الروابط اللي هي دلتا اتش للرياكشن لانه هيها الدلتا اتش للرياكشن بدها تساوي 6 في دي للاس اف. هذا هي علشان هيك الدي للاس اف بتساوي دلتا اتش للرياكشن على 6. انتهينا. اذا انا بمعلوميه الدلتا اتش نوت اف ايش قدرت اسوي؟ قدرت اوجد الدلتا اتش للرياكشن والدلتا اتش للرياكشن قدرت اوجد البوند انثالبي عكس الكلام اللي احنا تقريبا يعني عملناه في المثال السابق. طيب كمان مسألة بتهيألي بدي بتشتروها في البيت يعني عشان بدي أوصل لحاجة قبل ما أخلص. هاي أمثلة إضافية أمثلة إضافية نحل هذا المثال وبعدين نروح لآخر جزئية في بقول استميت دلتا اتش فور ذا رياكشن. أنا بدي هاي رياكشن عندي إثنين بتفاعل مع 3.5 مول من الاكسجين جاز بعطيني 2 كربون دايوكسيد و3 ميه. تمام؟ بقول والله الدلتا اتش للرياكشن القانون تبعنا اللي احنا متعودين عليه. طيب بقول اذا ايش بيساوي؟ ايش الروابط اللي انكسرت؟ بقول 6 سي اتش اذا 6 دي سي اتش زائد 1 سي سي 1 دي سي سي زائد 7 على 2 او 7 على 2 او 2 او او يعني 7 على 2 او 2 يعني او او زائد 4 4 2 يعني في 2 4 سي دبل بوند او زائد 6 دي هذول 3 2 او اتش في 3 ب 6 6 دي للاو اتش. هذه معي من الجدول وهذه معي من الجدول وهذه معي من الجدول وهذه معي من الجدول وهذه معي. لكن المهم لما اجي اعوض انا عن السي دبل بوند او هي ايش بدي اعوض عنها؟ بالسالب. ولما نعوض عن الاو اتش ايش بدي اعوض عنها؟ ما ننساش اذا كان ما عملناش السالب راحت المساله. لازم نتذكر هدول فورد. اذا على طول البوند انثالبي بده يكون مضروب في سالب واحد لانه انرجي از ريليز. هذا المثال برضو اشتغلوه في البيت. اطلع على اخر جزئيه بس. بيقول بوند انثالبي اند بوند لينث. الامثله يا بنات اللي قلتها اغلبها مش موجوده في الكتاب، يعني انا حضرتها لكم على اساس انه يكون في عندكم تنوع في الامثله اللي بتحلوها بيصير في عندكم فكره احسن عن الموضوع. فبالتالي يعني احنا ما بنقدرش نغطيها كلها لانها يعني كثيره كانت. فبنقول بوند انثالبي اند بوند لينث، ايش علاقه البوند انثالبي بالبوند لينث؟ بقول والله كل ما زاد الطول ايه؟ قلت القوة. هذا كلام صحيح. كل ما زاد الطول بتقل القوة. صحيح هذا كلام. فمثلا السي سنجل بوند سي قديش الطول؟ 1.54. لكن لو كانت طويل 1.34. لو كانت ريبل 1.2. اذا ايش بحصل؟ لما كل ما زاد عدد الروابط بلاحظ انه الرابطة طولها بيقل. طب لما طولها بيقل خذوا بالكم لما كان طولها كبير 348 طب قل الطول صارت سترونجر 614 قل الطول صارت سترونجر.
يعني كمان مره هي سترونجر وكمان البوند لينث ايش بيجرى له بيقل يعني البوند لينث ماشي مع السترينث كل ما زاد البوند كل ما زاد البوند انثالبي كل ما زاد البوند انثالبي بيقل بيزيد السترينث بيزيد كل ما البوند انثالبي زاد السترينث بيزيد السترينث بيزيد اللينث بده يقل طيب فمثلا برضو يعني انا بعتبر هان انه هان في عندي 1 سنجل بير هان 2 بيرز هان 3 بيرز بدي اطلع على الروابط زي هيك والشابتر الجاي يمكن نعدل هذا الكلام بدل ما نطلع على عدد الالكترون بيرز نطلع على حاجه اسمها بوند اوردر لكن هالجيت تعالوا نطلع بقول انا في المركبات اللي فيها ريزونانس زي هيك يعني بقول هان كم الكترون بير في عندي في المركب هذا هان 1 هي 2 هي 3 لكن كم يعني مجموعه الكترون بير 2 اذا عندي هذا بقدر اقول الافرج الكترون بير 1.5 طب هان في عندي 3 لكن 4 الكترون بير اذا بقول كل رابطه بينوبها من الالكترون بيرز هذه 1.3 فبقول بما انه هان عندي انا ال اتش او او لها 1.5 الكترون بيرز وبما انه هان اتش ام او لها 1.3 اذا هذه ال او او المفروض انها تكون لو كان يعني بدي اقارن ممكن اقول انه والله اقوى سترونجر او ممكن اقولها شورتر ممكن اقول شورتر او اقول ايه سترونجر بس الاصل انه اقارن بين نفس نوع الذرات يعني مثلا بقول ان او بقول او 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 واحده من الاوز لها 1.5 والثانيه لها مثلا 1.3 او واحده من الاوز زي ما حنشوف لو طلعنا هذا ريزونانس ستراكشر قديش نصيب كل اس او 1.5 قديش نصيب كل اس او 1.3 قديش نصيب كل اس او 1 اذا لو طلعنا على السؤال بيقول درو لو ستراكشر ذات اوبي دي اوكتترول هينا رسمناهم للاس او 2 والاس او 3 والاس او 3 2 سالب هينا رسمناهم بيقول الرينج دي سموكيولز ان تيرمز اوف انكريزنج اس او بوند كيف الاس او بوند بتزيد واضح جدا هذه 1.5 هذه 1.3 هذه 1 كيف البوند لينث بتزيد انهي اكبر انهي اطول البوند لينث الواحد اطول الواحد اطول ليه لانه بس 1 الكترون بير لكل اذا هذه اكبر من هذه وهذه اكبر من هذه الاس او حتكون هذه اكبر من هذه وهذه اكبر من هذه يبقى الترتيب اس او 3 2 ثاني ايش هذا البوند سترينج كان بيتكلم عن البوند سترينج البوند حاضر بيتكلم عن البوند سترينج في الاول البوند لينث هي جايه في مثال بعد على طول البوند سترينج بما انه هذه 1.5 اذا هذه اكبر من هذه هذه اكبر من هذه 1.5 1.3 1 زي ما هي مكتوبه عندنا اذا الاس او 2 البوند سترينج لها اكبر من الاس او 3 والاس او 3 البوند سترينج اكبر من الاس او 2 سالب طب نيجي نطلع على البوند لينث اخر مثال معنا نيجي نطلع على البوند لينث نفس الحاجه بقول لي درو لو ستراكشر ذات اوبي دي اوكتترول 4 اس او 2 واس او 3 واس او 3 2 سالب arrange these molecules in terms of increasing SO bond length بقول هذه قديش كم الكترون بير لكل SO كل SO لها 1.5 كل SO لها 1.3 كل SO لها 1 اذا معروف انه هذه حتكون اكبر من اطول من الرابطه في SO3 وهذه حتكون اطول من الرابطه في SO2 واضح الكلام هذا يا بنات شدوا حيلكم وتأكدوا انكم تحلوا الامثله اللي اخذناها اليوم بمجرد ما يعني في اول مناسبه يفضل بعد ما تروح على طول حلوا الامثله ثاني لانها مهمه جدا ولازم نفهم كيف اجت بالضبط والاشاره في البوند فورميشن والبوند بريك داون فلازم نطلع عليها كويس كتير اذا الله راد الحصه الجايه بنبدا في شابتر جديد